تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. إذن صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم الرائعة والمميزة دائما إذاعة نور دبي. قبل ما نبدأ معاكم فقرات برنامجنا، خلونا نرحب بطاقم البرنامج. عندنا في التنسيق نجاة السويدي، صبحت الله بالخير، وأيضا ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. صباح الخير دكتورة ندى. سكرنا البرنامج خلاص، روح. صباح الورد، صباحكم ورد، صباحكم جمال، صباح الاثنين الجميل. صح الجو شوي مغبر، ولكن بعد يتم يوم جميل إن شاء الله، في توقعات بالأمطار إن شاء الله بعد الغبار. صح؟ ما أدري برنامج صحة ولا برنامج كل شيء نقولهم الجو في بداية اليوم وننصحهم عشان الغبار. يا جماعة اللي عنده عيال عندهم ربو أو حساسية في الصدر، الأفضل إنهم ما يلعبون في الخارج في هذا الجو، حاولوا تخلوهم داخل. إذا يرضي الطفل يلبس كمامة ممكن تلبسون كمامة، لأن الجو فعلا ما يناسب المرضى عندهم حساسيات، سواء كان إكزيما، سواء كان ربو، سواء كان حساسية الأنف، جيوب أنفية، كل هذيلة يعني تنشط الأعراض في هذا الجو. بس ذكركم برقم التواصل أول شيء 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، موجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. وبعدين حاسبوا ترى أحيانا أن هذا الغبار على الكاشي احتمال واحد يزلق. إيه بالضبط، تنكسر ريده. بسم الله. زين أنا توني وداخل الإذاعة زي ما زلقت صدق وهي من الغبار. ففعلا يعني الجو بدا ما يناسب لا النشاطات الخارجية ولا اللعب في الحوش ولا شيء، فحاسبه ونتمنى السلامة للجميع. طبعا عزيز شو أخبارك؟ زين الحمد لله. طبعا نبتدي معاكم دراستنا اليوم. تقول توصلت دراسة كندية إلى أن استخدام الهاتف الذكي على مائدة الطعام يشعرك بعدم السعادة ويشتت تركيزك وتواصلك مع الآخرين الجالسين معك. وجدت الدراسة الصادرة من جامعة كولومبيا البريطانية في استطلاع أجرتها أن 90% ممن شملهم الاستطلاع قالوا أنهم يستعملون هواتفهم في أغلب جلساتهم الاجتماعية، سواء داخل محيط الأسرة والعائلة والأصدقاء. ويحذر الخبراء من التواصل الدائم بالهواتف الذكية ومتابعته باستمرار، نظرا لأنه يحد من سعادة المستخدم نفسه ويحرمه من الاستمتاع بالوجبة التي يتناولها مع العائلة أو الأصدقاء. طبعا شمل الاستطلاع 300 مستخدم ممن يتناولون وجباتهم في المطاعم مع الأصدقاء وأفراد الأسرة أو العائلة، وسألوا ما إذا كانوا وسئلوا طبعا ما إذا كانوا يحتفظون بهواتفهم على طاولة الطعام أم يضعونه بعيدا عنهم، ومدى الترابط والشعور بالملل ومستوى السعادة خلال تناولهم وجباتهم. لو يوم عندنا سووها من أول شيء قبل تأكل مصورين لك 20 صورة عشان لا ما حيدق الأكل لما صورتك. إنزين، أظهرت الدراسة أن المستخدمين الذين يميلون للاستمتاع بوجبة الطعام لا يشعرون بها طالما هواتفهم موضوعة على الطاولة، لأنها تعمل بمثابة أداة تشتيت. أما أولئك الذين يستخدمون هواتفهم على طاولة الطعام شعروا بتراجع متعتهم نظرا لانشغالهم بأجهزتهم بنسبة 11% من جلستهم الاجتماعية. وأوضحت الدراسة أيضا أن المشاركين في الاستطلاع شعروا بالسعادة عندما تواصلوا مع الآخر وجها لوجه أكثر من تلك عند التواصل عبر هواتفهم المحمولة. أنا رأيي والله ما كان محتاجين دراسة. لو كان سألوه محمود، يعني لا صدق سألوه أي حد، ما يحتاج حتى الدراسة. يوم تاكل محمود والتلفون في إيدك شو تحس؟ ما في متعة صح؟ ما تحس بالأكل، يعني تحس أنك فقط تأكل لتعيش، ولكن متعة الأكل هذه تروح.
لا هي ما يتكلمون عن متعة الأكل، الدراسة ما تتكلم عن متعة الأكل دكتورة، تتكلم عن التواصل، متعة التواصل مع الآخرين على الطاولة بدل ما أنت مشغول بتليفونك. وطبعا أنا أستغرب من أدخل الإذاعة تليفوني ما يسكت طول اليوم، ساكت تليفوني، أدخل على الهواء مليون اتصال يجيني ليش ما أدري. عموما الفكرة وين؟ الفكرة أنه أنا قاعد مع ربعي، قاعد مع عائلتي، قاعد مع الناس اللي قريبين مني أحب أسولف وياهم. بس ما أسولف معهم يعني. هي قابل تليفوني قاعد. هذا اسمه قلة ذوق، سامحوني يعني الناس اللي عارفوني يسمونه قلة ذوق. إحنا ياسين جماعة وحد تليفوننا ما يعني على التليفون يعني أحس هي قلة ذوق. ما دام إحنا كنا ياسين لازم نحط التليفون على الجنب حتى لو كان عندكم تليفونات مهمة. هالساعة أو نص ساعة يعني تواصلوا وجها لوجه في عالم كله تليفونات وسوشيال ميديا وواتساب، فلازم واحد عند جلوسه على المائدة سواء كان في البيت أو مع أسرته أو مع أصدقائه لازم يخلي التليفون على الجنب ويركز مع اللي موجود معه على الطاولة. طيب أقول ولا ما أقول؟ قول شو تقول. ممكن ما تيسين طرشين مسجات وانت في البرنامج؟ أنا طرش مسجات شغل. توا إذا مشغولة ما أنزل خاصة ما بطرش مسجات. ركزي مع المستمعين. ما بطرش مسجات أنا في الإذاعة. أوكي زين دكتورة، بعدين تتصورين الأكل وايد ما شاء الله. التصوير لازم، التصوير شيء ضروري. أول ما ينحط الأكل هي تستوي ضرابة، لا ما حيدق الأكل، لا تحطون خاش إيدكم، لا تحطون خاشوقتكم، بنصور هي بعد هذا نحط التليفون على يم ونستمتع بالطعام ونسولف مع الناس اللي قدامنا. يا جماعة تعرف مرات تروح مطعم تلاقي كل اللي على الطاولة على التليفون ما حد يتكلم، انزلتوا ليش طالعين مخسرين بيزات وبترول ورايحين؟ تواصلوا مع النفس مع الناس اللي قدامكم يا جماعة. صوروا في البداية طبعا صوروا، بس بعد هذا خلوا التليفون على يم وتواصلوا، تواصل جميل وجها لوجه. زين هذا يقول محمود بيه يوسف باشا، صباح الخير في عام الخير، صباحك نور. زين ما قلت دكتورة ندى هانم؟ ما علي مو مشكلة. زين صباحكم الله بالخير. عموما نحن متواصلين معاكم عبر أرقام التواصل معنا دكتورة كم؟ 600551414 ورسائل النصية على 4006، موجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. اللي يتابعنا إن شاء الله يعني على الإنستغرام أتمنى أنه ما يكون يسوق السيارة أو شيء، لا يكون في مكان كذا هادي قاعد يطالع ويستمتع بال فيها مخالفة يا جماعة ترى وخطر على حياتك وحياة الآخرين. على طاري المخالفات أعرف دكتورة طافت إشارة ما بعرف الموضوع وإشارة ترام زين وزي ما سببت أزمة والحمد لله على سلامتها. الحمد لله تستاهلين السلامة. كم المخالفة كانت؟ هي تقول 10,000. 10,000 درهم مخالفة. تقول الله يعوضها خير إن شاء الله، لها في الجنة إن شاء الله. عموما يطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله متواصلين معاكم وأنا مواضيع حلوة عقب الفاصل. عندنا بس بنتكلم عن مناخذ بعض النماذج المميزة في هيئة الصحة من خلال الحفل السنوي لموظفي صحة دبي، بكم نفتخر. وعندنا بعدين إن شاء الله موضوع وايد مهم مع الدكتور علي السيد، بنتكلم عن بعض الأدوية الجديدة في هيئة الصحة بدبي. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا مستمعينا على 600551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب تحت رعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، كرمت الهيئة يوم أمس بمركز دبي التجاري العالمي نخبة من موظفيها المتميزين في مختلف الإدارات والقطاعات والمنشآت التابعة لها ضمن فئات مختلفة لحفلها السنوي، بكم نفتخر. اليوم يعني ما نستعرض
أبرز ما حدث في هذا الحفل، وأيضا كذلك عندنا يعني شخصيتين من المكرمات المميزات في هيئة الصحة بدبي معنا في الاستوديو. معنا الدكتورة عهد قاسم شاهين، استشاري طب الأسرة ورئيس مركز المزهر الصحي، والدكتورة وفاء البلوشي، طبيب أسنان مقيم بإدارة خدمات الأسنان بهيئة الصحة بدبي. صبحكم الله بالخير ونورتوا الاستوديو. صباح النور. صباحكم ورد. دكتورة عهد، نبتدي معاك، تقولي لنا بس شو الفئة اللي تم تكريمك عليها أمس في مبادرة في حفل بكم نفتخر؟ عن فئة أفضل مدير مركز خدمة. أفضل مدير مركز خدمة، شو المعايير اللي على أساسها؟ أي مركز أول شيء؟ الحين حاليا أنا مديرة مركز المزهر الصحي. شفتي سؤال ذكي. زين عهد، قبل أدخل في التفاصيل هذه والفئات، خلينا أبغي دكتور إذا تسمحيني نتكلم بشكل عام عن هذه الفعالية، عن هذا الحفل. شو اللي حسيتوا فيه؟ كيف الحفل كان معاكم؟ شو اللي شفتوا؟ شو إحساسكم بعد الحفل هذا؟ فبتبدي معها عهد وبعدين ما ننتقل على وفاء. إن شاء الله. طبعاً هذا إنجاز جداً جميل وإحنا فخورين فيه. المبادرة هاي اللي أنشأتها هيئة صحة دبي هي تخلي روح التنافس والتنافس الجميل اللي يخلينا نبدع وننجز ونعطي أكثر لهيئة الصحة ولحكومتنا. إحنا في حكومة متميزة، شيوخنا متميزين، قاداتنا متميزين، فروح التميز والإبداع اللي بثونا فينا شيء جداً جميل يعني. وأمس نحن جدا فخورين طلعنا المنصة ونشكر الشيخ حمدان براشد على حضوره وتكريمه لنا، وهذا فخر ويعطينا حافز ودعم أن نحن نستمر ونعطي أكثر بعد. وفاء، أكيد لحظة أمس كانت لحظة فخر بالنسبة لنا، وكانت لحظة دعم وتحفيز على بذل المزيد من الجهد مثلا في مجال الاختراعات لرفع دولة اسم الإمارات في مجال طب الأسنان إن شاء الله. صحيح. جميل. الحين نرجع لسؤال دكتورة ندى، خبرينا عن تفاصيل التكريم هذا. المعايير اللي تم على أساسها التكريم لك أفضل مدير مركز خدمة. طبعا في العديد من الفئات، وكفئة مدير أفضل خدمة لها كثير من المعايير، مثل معيار الإشرافي، التطوعي، المهام الأخرى، الابتكار والإبداع. كل هاي المعايير لازم تكون فيها إنجازات، وإنجازات مميزة ومتفردة طبعا عشان أنت تحصل على هذا اللقب أو هذا التكريم. فالآلية أن يكونون هيئة الصحة تكون معلنة عن هاي الجائزة. صحيح. ويتم التقديم عليها. وتكون في الجميل أن في لجنة محايدة خارجية تنظر لهذا الملف، وفي مقابلات تكون شخصية، وعلى أساسها بعدين يتم تحديد وتكريم الأفضل. ممتاز. وفاء، أنت ذكرتي عندك تكريم اجتمع على فئة متميزة فعلا اللي هي الاختراعات، كلمين عن الاختراع اللي أنت سويتي. اختراعي أولا الحمد لله جهاز خلع أسنان حصلت عليه على براءة محلية وخليجية. الجهاز وحصلت عليه أيضا على ميدالية ذهبية مع مكتبة الشرف والمركز الثالث لمكتب براءات مكتب الخليج في عام 2017. إن شاء الله ممتاز. وهذا التكريم اللي أمس حصل كان له ميزة أكبر، حيث أن شيوخنا الشيخ حمدان بن راشد صاحب التميز واللي يحب التميز يدفع أن الشخص أيا كان أنه يكون مخترع أو أنه يكون مبتكر لرفع اسم دولتنا في كل المجالات. فاختراعي عن خلع الأسنان راح يكون هو عبارة عن جهاز ديجيتال يخلع الأسنان بنج أقل، مميزاته يخلع في وقت أسرع، ما راح يوسع العظم، راح تكون عملية الاستشفاء أسرع، ميزته أنه يدخل على منطقة الأربطة ويكون في ميكانيزم أنه مع تبادل جزيئات الدم وتغيير درجة حرارتها يطلع السن بسرعة بعد قطع الأربطة. ممتاز. شو اللي خلاك يعني هالاختراع، فكرة هالاختراع تي في بالك، شو اللي حفزك أن تخترعين مثل هالاختراع الجميل؟ اولا هو حاجات الناس، اول شيء ان في ناس مثلا تخاف من ادوات الاسنان، حيث ان هناك ست كامل للادوات. غير هالشيء ان الالم، في ناس مثلا من الالم هي خايفه. والشيء المهم اللي اعطاني الفكره اولا الحمد لله هو كانت مطالعتي لبرنامج عن الاعاصير. نعم. فاستوحيت الفكره الجهاز من برنامج الوثائقي للاعصاب. كيف لحظه يعني ما فهمت كيف ربط الإعصار بالأسنان؟
الميكانيزم اللي أنا بنيت عليه الجهاز هو نفسه ميكانيزم العصال. أنا أخذت الميكانيزم مال العصال وحطيته في الجهاز. حيث أن شو آلية العصار؟ خبريني. العصار أن في عين العصار اللي هو مركز سحب الأشياء يصير فيها يعني تغييرات، يعني لو أنه كان من خارج العصار درجات مختلفة، من داخل العصار تكون درجة غير، أساس أنه يتم سحب هاي الأشياء اللي موجودة في العصار، فكل شيء يتم سحبه يكون من عين العصار. ففكرت في هالشيء أنه يكون ليش ما يكون هذا العصار حول السن. أنا يعني نفس الميكانيزم أنه نحن ألعب في جزيئات الدم، أنه خليها مثل العصار أنه يكون من خارج غير من داخل غير، فتم سحب السن. والله جميل. فكرة جميلة صراحة يعني. طيب عهد أرجع أتكلم معاك عن مراكز الخدمة والأشياء اللي يعني تتميز فيها مراكز الرعاية الصحية الأولية عندنا، فخبريني يعني شو المعايير بشكل مفصل اللي تميزتوا فيها أو تميزت فيها وحصلتي أعلى المراتب عن المدراء الثانيين بالنسبة لعملكم. بالنسبة بشكل عام للمراكز كلها، احنا نتميز في قطاع الرعاية الصحية الأولية، حصلنا على الكثير من الاعتمادات الدولية اللي هي الأولى على مستوى العالم كشبكات عالمية، مثل الفئة مثل الاعتماد الدولي الكندي، واخذنا الفئة الماسية على الأول شبكة على مستوى العالم، غير عندنا 10 شهادات ISO، غير الجي سي اي اي، الاعتمادات الصديقة للطفل، اعتمادات المشروع سلامة، اعتمادات للمعايير الأشعة الدولية، الكثير من الاعتمادات هاي قمنا فيها كفريق عمل وكمراكز خدمة. صحيح. غير شيء يتميز مدير مركز عن مدير مركز ثاني بالمهام اللي يقوم فيها والمهام الخارج عن عمله. صحيح. مثلا إذا هو ماسك فرق عمل، إذا هو قام بإنجازات متميزة متفردة، بأعمال تطوعية، كل هاي بعض الابتكارات أو الإبداعات، كل هاي تخلي تميز الشخص عن شخص. طبعا هذا كله بوجود فريق عمل، بوجود قيادة تحفزنا، يعني كل هذا يكون فريق عمل في النهاية، ما بيكون بس مجرد هو جهد شخصي يعني. بالضبط. فهذا الشيء اللي يميز المراكز عن بعضها يعني. صحيح صحيح. دكتورة عهد ذكرت التحفيز والدعم اللي يكون موجود، وفى بما أنك يعني استنبطي اختراع، فشو الدعم اللي أنت حصلتيه في البداية، وفي نفس الوقت شو المعوقات اللي أنت شفتيها في سبيل اختراعك هذا؟ اولا هو الدعم حصلت عليه من الاهل اول شيء، وبعدين الدعم كان من عندي في الجامعه دكتور اسمه دكتور اياد. نعم. اول واحد امن في افكاري، حيث انه كانت افكار جديده في ناس ما تقبلتها. فمن المعوقات ان اول شيء الناس اللي حولك ما راح يتقبلون الفكره الجديده. صحيح. في ناس راح يقولون على اي اساس انت هاي الفكره طلعتي فيها، وعلى صح. فهاي من المعوقات ان في ناس اول شيء ما تؤمن بفكرتك، لكن الشخص اللي عنده فكره معينه لازم يؤمن بفكرته ويستمر عليها. صحيح. بالضبط. والحمد لله بعد ما بديت بالفكره الحمد لله مشيت في درب اني اسجلها براءه محليه، وكانت مرحله طويله. بعدين اكتشفت حاضنه الاختراع اللي في دوله الامارات اللي هي برنامج تكامل. نعم. حيث انها توعى المخترعين. فالحمد لله مع برنامج تكامل الحين بعد سجلتها براءة خليجية، وإن شاء الله الحين براءة دولية إن شاء الله. جميل. فمثل ما أنت ذكرت يعني ضمن مسيرتك في بيئة حاضنة للاختراعات والابتكار عندنا في الإمارات، فصراحة يعني وجود البيئة الحاضنة هاي والداعمة هي الأشياء الأساسية يحتاجها أي مخترع أو أي مبتكر. أكيد. أكيد. شو الاختراع اللي هاي بسوين؟ أنا الحمد لله الحين تقريبا في شهر 2 حصلت أيضا على براءة دولية لاختراعي الثاني اللي هو عن الرابر دام أو عازل للأسنان. هذا اختراع آخر أيضا. شو هذا؟ شو هالاختراع؟ ولا في وقتها ما نتكلم إن شاء الله. هو عازل للأسنان بطريقة جديدة، نيو سيستم ونيو ميثود، وتكون الماتيريال جديدة، بيكون غير عن اللي موجود في الأسواق، راح يكون بتكون ماسكة وحدة في الشيت اللي عندنا نحن، عدة ماسكات وكلها من المتل، هذا راح يكون كلها ربر، والمادة الربر راح تكون جديدة. ممتاز جدا. طيب عهد يعني قبل لا نختم معات خبرينا بس شو تبغين تقولين ككلمة أخيرة، يعني تبغين توجهينا سواء لموظفي هيئة الصحة بدبي اللي يسمعونا، أو حتى للمستمعين بشكل عام، الموظفين اللي يشتغلون في أي مكان، شو سر التميز من وجهة نظرك؟ سرت أنا أقول لكل مجتهد نصيب،
وسر التميز هو فعلا فعلا الحكومة اللي إنها فيها. يعني الشيخ محمد دائما يحثنا على هالشيء، أنا دائما دائما أتذكر لما يقول أنا وشعبي ننظل بالمركز الأول. أحس فكل إنجاز وكل شيء أسوي أقول لا لازم نكون متميزين، لازم نكون المركز الأول. وأنا أقول الموظفين كلهم أشجعهم على هاي الجائزة وأقولهم استمروا في التميز، خدتوها أو ما خدتوها أنتم متميزين بعد. صحيح جميل. وفاء وفاء مخترعة. سوق التميز أولا هو نعمة من الله الحمد لله رب العالمين. ثاني شيء مثل ما قالت الدكتورة أن كلنا ننظر أن نجعل دولة الإمارات في المركز الأول في جميع المجالات. صحيح. ونشكر حكومتنا لأن هي الداعم الأول والرئيسي لنا جميعا. جميل ممتاز. أنا يعني في الختام أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق الدعيم، وهذه بس مجرد البداية نحو رحلة التميز. الواحد مو بأنه يوصل خلاص يحس أنه هو وصل الشيء اللي يبغي، لا، هذه تكون البداية على أساس أنه يستمر. سهل أنك توصل للقمة ولكن الصعوبة أنك تتحافظ عليها. دكتورة ندى كانت من المكرمات العام، السنة لا، السنة لا إن شاء الله، السنة الجاية إن شاء الله. نزي طيب، شاكرين لكم ونتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله أيامكم كلها تميز، وهذه يعني المسيرة اللي نتمنى أنها تستمر دائما من خلال يعني الرحلة اللي نستمتع فيها حقيقة من خلال وجودنا في هيئة الصحة بدبي. دكتورة عهد قاسم شاهين استشاري طب الأسرة ورئيس مركز المزهر الصحي، شكرا لك. أيضا كل الشكر لي المخترعة الدكتورة وفاء البلوشي طبيب أسنان مقيم بإدارة خدمات الإنسان أسنان في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا. دكتورة متى بنشوف اختراعاتك أنت؟ إن شاء الله قريب بشتغل مع وفاء عشان اخترع نسوي اختراع اللي ببالي. شو؟ لا ما يستوي أقول لك الحين، عاد يسرقون فكرتي وشي. ليه ما سجلين برات اختراع بعدين؟ أوكي. عموما ما نطلع فاصل بعد الفاصل مستمعين، نتكلم عن بعض الأدوية الجديدة في هيئة الصحة بدبي مع الدكتور علي السيد مدير إدارة خدمات الصيدلة في هيئة الصحة بدبي. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. صح قلبك محمد، صح. أرقام التواصل معنا دكتورة 600551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على إنستغرام. في عندي هني ملاحظة يعني تكررت أكثر من مرة، السلام عليكم ورحمة الله، مشكلة مشكلين حملة صحتي أمان تخطف على المنازل ويقولون أنا من هيئة الصحة هي الساعة 9:15 مساء صحة دبي، هل هذا صحيح؟ وللعلم في هذا التوقيت. طيب أول شيء حملة شو؟ صحتي أمانة؟ صحتي أمان. أنا حاولت أرجع لي كل القطاعات، قطاع المستشفيات، قطاع الرعاية الصحية، تغذية، حد سوى هذا الشيء؟ قالوا والله ما أدري، الحين يمكن هذه الحملة تابعة للوزارة ممكن، ولا تابعة لمنو ما أدري بالضبط، لكن بعدني قاعد أتأكد من هذا الموضوع. هذا أولا. ثانيا يا جماعة الخير، أي حد يجي سواء من أي دائرة حكومية، إحصاء صحة أي مكان، عنده بطاقة يطلعها، شوفوا البطاقة هذه شو سالفتها، هل هو بالفعل موظف حكومي بالضبط. يعطيك مستندات، يعطيك كذا، يثبت في هويته. لا تدخلون بيتكم، لا تجمعون على أي سؤال، ليه ما يبين الإثبات ماله أو البطاقة مالته؟ يعني هذه شغلة بديهية، يعني لازم. واحد مال شركات الاتصالات، مال الكهرباء، مال أي شيء كان، أيا كان هذا الشيء لازم يثبت هويته بالضبط. انزين نين موضوعنا اللي هو الأدوية الجديدة بهيئة الصحة بدبي. يشهد قطاع الصيدلة نمو متسارع على مستوى الدولة والمنطقة بشكل عام، وذلك مع تطور التكنولوجيا العالمية والاعتماد على التقنيات الجديدة مثل الأتمتة والروبوتات، وما يرافق ذلك من جهود حثيثة للمؤسسات الصحية لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. بنتكلم عن قطاع الصيدلة بشكل عام، خدمات الصيدلة والأدوية الجديدة في هيئة الصحة بدبي. معنا في الاستوديو الدكتور علي السيد مدير إدارة صيدلة بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتور علي. صباح الخير دكتور، حياك الله. نتكلم في البداية دكتور، شو هي العلاجات الجديدة اللي وفرتوها في هيئة الصحة بدبي؟ طبعا الهيئة دائما هي في المقدمة، يعني كل ما يتوفر أي دواء جديد
تكون دائما الهيئة هي في مقدمة إدخاله في الهيئة. والحمد لله احنا طبعا توجه الهيئة في كانت في نهاية 2017 و2018 توجهات يعني قوية جدا, بحيث تم توفير معظم الأدوية اللي هي تخص الأمراض الخبيثة أمراض السرطان. نعم. وتوفيها للمرضى معنا, والحمد لله احنا نغطي يعني معظمهم, وان شاء الله تواجدها بشكل سريع يعني جدا في 2018 في النص الاول من 2018. الشيء الثاني ان شاء الله طبعا القضاء على مرض اللي هو الهباتيتس سي. نعم. تلفت قبل وباء جيم, وطبعا تم التنسيق مع شركات الادويه بحيث انه يكون توفير الادويه الدواء لهم, وبدينا بال يعني بهذه الحملة, وإن شاء الله طبعا توجهاتنا إن احنا بحيث إن نقضي على المرض هذا ونتخلص منه إن شاء الله في 2018, إذا لم نستطع فبكون في 2019 قضاء عليه قضاء تماما. الشيء الثالث التصلب اللويحي, أدوية جديدة طبعا أنت عارف دكتور يعني وأنت أدرى منا بموضوع التصلب اللويحي. صح. والناس اللي يتعبون في بهذا المرض وعددهم زادت. صحيح. فتوجهات الهيئة طبعا وجود يعني أنت الكواليتي أوف لايف صعب عندهم, يكون ما يقدر يتحرك, صعب أن هذا وياخذ الأبر يعني متعبة يوميا بشكل يومي. فتوجه الحين الحالي أن الهيئة وفرت أدوية تأخذ فقط حبوب أو حتى أبر مثلا لمدة 5 أيام, وبعدين شهر ثاني 5 أيام, وبعدين تم التوقف لمدة 2-3 بعضها 4 سنين. نعم. يعني ما يأخذ أي دواء, يكون المريض يعيش حياة سليمة وحالة حال البشر العاديين الناس العاديين. فهذا كنا معناته شنو يعني حسن الكويتي, وهي أدوية جيدة وبدون أي مضاعفات تحقق السعادة عند المرضى. أيوة تحقق السعادة وتحسن المستوى حتى حياة المرضى نفسهم. هاي الثلاث تخصصات إن إحنا أيضا الجزء الرابع إحنا متجهين نحوه, وهو مرض السكري. نعم. وإن شاء الله توفير الأدوية الأفضل الأدوية, وإن شاء الله بتكون هناك أيضا حتى تحسين يعني التحسين العلاجي لهم. جميل. من ناحية مثلا أخذ الأبر بيكون غير مؤلمة, تقليل من أعدادها, كل هالأشياء. فهي الأدوية الأشياء توجهات الهيئة إن شاء الله. إضافة إلى أشياء ثانية, إحنا ما الهيئة متوجهة في كل النواحي وتوفير كل الأشياء للهيئة, بس أهم شيء إن هي توفير الأفضل وأجدد التقنيات في مجال طبعا الأدوية والصيدلة. طيب وايد إشاعات حول الأدوية, وايد مواضيع يعني دكتور خاصة في الأمراض المزمنة يطلعونها الناس بين فترة وفترة في السوشيال ميديا. أول شيء أنا نسيت أبارك لك أنك أنت أيضا من أحد المكرمين في الاحتفال السنوي في بكم نفتخر, ما باركتي حق الدكتور. ألف مبروك دكتور علي, تستاهل. الله يبارك في حياتكم, شكرا لكم. زين, إدارة متميزة دائما إدارة الصيدلة. طيب دكتور هناك الكثير من الإشاعات حول هذه المواضيع, نحن أبغي أعرف يعني ما أبغي أدخل وايد في التفاصيل, ولكن هذه الأدوية الجديدة اللي بتدخل الهيئة إن شاء الله يعني بتكون في أدوية خاصة بعلاج السكري مثل ما نسمع بين فترة وفترة, أدوية خاصة بعلاج نهائي لهذه الأمراض المزمنة أم لا؟ طبعا هل في اصلا في العالم علاج بهذا الشكل؟ الهيئه من مده اخ محمود وانت عارفين يعني ان الهيئه تبنت شيء اسمه فارماكوجينومكس والجينوم. صحيح. هي هاي الخطوه وتوجه الهيئه في هالمجال هذا يضمن يعني اشياء كثيره. صحيح. ليه معنى كبير؟ معناته الهيئه متوجهه ان شيء اسمه كيور, يعني علاج نهائي للأمراض. ما دام أنت دخلت في الجينومز ودخلت في الفارماكوجينومكس, معناتك أنت دخلت في جينات المريض وعالجته. طبعا الجينومز هاي شيء بدأ في العالم, والهيئة مواكبة في يعني يعني النمو العالمي في هذا المجال والخطوات. وطبعا إذا تحقق الجينوم في العالم فهو يتحقق في الهيئة. صحيح. والعلاج هذا طبعا هو اللي يضمن يعني العلاج النهائي وشفاء المرضى من أمراضهم.
سواء السكري سواء الأمراض المزمنة الأخرى. علاجهم علاج، هو علاج مش يعني علاج سيمتومز أو أعراض، لا، وإنه أو تقليل يعني أعراض، لا، هو علاج وشفاء من أمراض معينة إن شاء الله بإذن الله. العلم إذا توجه وتحرك العلم، نعم أكيد بتتحرك الهيئة معه. صحيح إن شاء أكيد الله. دكتور علي، نركز على بعض الأدوية الخاصة بعض الأمراض ممكن الناس عليها تكون عليها وايد أسئلة، مثل السرطان، الروماتيزم، الأمراض الجلدية. شو الجديد في هالمجال من ضمن الأدوية اللي بتدخل هيئة الصحة؟ هيئة الصحة مثل ما قلت يمكن جزاك الله خير دكتور، ذكرتيني بالروماتيزم وبالأمراض الجلدية. يعني إحنا هيئة الصحة دخلت في المجال هذا وما يعني وفرت كل الأدوية. يعني الدكاترة في تخصص أمراض الجلدية والدكاترة في تخصص أمراض الروماتيزم وأيضا في الدكاترة في تخصص أمراض الجي اي تي اللي هي أمراض المعدة والأمراض الجهاز الهضمي. هذا كلهم عندهم يأخذون أدوية حديثة. ومن يعني طبعا أنها تعالج أمراض مزمنة كانت لا تعالج بهذا، مثل القولون، التقرحات المعدية والمعوية، مثل الإكزيما والأمراض الجلدية الثانية، أتوبيك ديرماتايتس وغيرها. كل الأشياء هذه طبعا. أيضا هناك شيء واحد مهم لازم نعرف، حتى أمراض العيون اللي هي ضعف في قرنية العيون وفي أعصاب والعصب. أيضا هناك علاجات في الهيئة. فالهيئة يعني تبنت الأدوية هذه، وأدوية مش رخيصة، غالية جدا. صحيح. لكن تبنتها هدفها علاج الناس وعلاج المرضى وإسعادهم ووصول إلى أعلى مستوى في الجودة وفي طبعا علاجاتهم. وفي يعني ما لم يعني ما وفر مثل ما ما قالت والله بوفر فلوس، يعني هي وفرت الدواء بأي ثمن، بحيث إنه أهم شيء إنه المريض وجودة العلاج وصحته دائما. صحيح. والنتيجة العلاجية. جميل دكتور، أنتوا دائما عندكم مبادرات جميلة تطرحونها في الإدارة. أول شيء خلني بس أتذكر، أنتوا شو فئة التكريم اللي تم تكريمكم عليها البارحة؟ أنا دخلت طبعا، أنا دخلت في فئة المدير المتميز والحمد لله فزنا بيها. أنت متميز دائما دكتور، يعني وجودكم طبعا، وجودكم وجودكم أمثالكم وجود الدكتور معنا وكلكم إن شاء الله دعم معكم. طيب. دعمكم. وعندي الأخت مي بعد تفازت بأيضا موظفة متميزة في المجال الإشرافي ما شاء الله، وكنت معاهم في لجنة الأبحاث والأخلاقيات أيضا. جميل ممتاز. طيب في مبادرات تطلعون بين فترة وفترة، في مبادرة يعني عيبتني أنا اللي هي مبادرة الصيدلي الصغير، هذه الأطفال؟ أيوه. أعطنا فكرة عن هذه المبادرة، هميتها أيضا فيها. هذه مبادرة يعني جميلة جدا، ويعني الحمد لله احنا نفتخر فيها يعني، وكنا يعني ممكن أوائل الناس أو أول ناس. هي بدت مؤتمر الصيدلة في دوفات. بدت مدرسة واحدة في يمكن عدد محدد من الطلاب، 5 طلاب. وكبرت المبادرة هاي مدرستين 3 إلى وصلت الحين السنة هاي إلى 25 مدرسة. والجميل أن شاركت مدرسة من السعودية ما شاء الله، زين يعني مش من الإمارات. ممتاز. وجميل فيهم أنهم طبعا هنا في من الأول ابتدائي إلى الثاني عشر، يعني صار 12، ففي بس مجموعتين مقسم إلى قسمين، من أول إلى السادس منافسة بينهم، ومن السابع إلى 12 منافسة ثانية بينهم. جميل. الهدف منها إنها طبعًا توجيههم إلى هاي المجال، مجال الطب، مجال الصيدلة، مجال العلمي أو العلوم، بحيث إنهم يعملون المسابقات، نعملهم مسابقات منسقات بوسترات ويتم يشرحونها هم. وتجيهم لجان، من لجان يعني من مختلفة، مثلا في من مصر، في من أمريكا، ومن كندا، ومن أوروبا، ويبدون يقيمونهم، وحتى من عندنا من الإمارات. فيقيمونهم هني تقييم، فبعدين تأخذ يأخذ الأول الفائز والثاني. هي عبارة عن تشجيع لهذا الطلبة بحيث أن تحببهم في مجال الطب والصحة والصيدلة والعلوم. ممتاز. الطبية. يعني الحمد لله كان طبعا السنة هذه عشان بس هذا من 5 منسقات السنة هاي وصلنا إلى 200 منسق مدارس. جميل. كان وفي 500 منسق من كليات الصيدلة من مختلف دول العالم. ممتاز. وكان حوالي عندنا 200 منسق بروفيشنز اللي هم الصيادلة اللي هم يسوون ماجستير والدكتوراه. يعني عدد المنسقات 900 منسق وضعوا الطلاب
طلاب المدارس مع طلاب الجامعات والجماعة اللي وكانت التقييم لهم تقييم للكل طبعا بس يعني بس لهم فئات خاصة فيهم. والحمد لله يعني نجحنا في هذا ونجحت في المشروع هذا ونتمنى يعني يكبر المشروع هذا لأن هذا المشروع هو عبارة عن أنت يعني تعمل يعني فيوتشر مستقبل لهذا المجال لمجال صح. الطب لمجال الصيدلة لمجال العلوم الصحية صح. بحيث أنت توجه الناس من بداية حياتهم من صغرهم وتصقل تطلع بها بأشخاص مختلفين معينين هم فعلا نوابغ في هالمجال. جميل. بنت أخوي هي اللي فازت ترى. صدق؟ ما شاء الله. ما شاء الله. على فكرة إحنا ما عدنا دحين نعرف. إيه لا فازت ومصورة فيديو مستانسة كانت بنت أخوي عبد الله. شو اسمها؟ نورة. نورة. إيه. ما شاء الله. نورة وحصة كذا مرة فازوا بهذا الموضوع يعني مو بأول مرة هم ما شاء الله. يعني أنت عارف الموضوع. إيه عشان تي سألتك عنه. عموما نتحدث عن تطور خدمات الصيدلة في هيئة الصحة وآخر جهودكم في مجال استخدام هذه التقنيات الذكية منها روبوت أو الصيدلية الذكية. مشروع ناجح محمود وايد نجح المشروع وفي عندنا يعني فيدباكس نتائج من حتى رسائل شكر من المتعاملين يمكن أكثر مستشفى يعني في شكر منهم مستشفى دبي مستشفى دبي هو المستشفى الثاني كان عنده مشاكل دائما تأخير هذا اليوم الناس تقول أنا أشك بدأت أشك في نفسي أي أشوف الدواء جاهز هذا شيء واحد طبعا الروبوت هذا يعني احنا مش هدفه بس جزء وجزء هو في الاوت بيشن المصادر الخارجيه وفي الان بيشن المرضى الداخليين صحيح. الكل هذا هدفه انك انت فيها اهداف معينه الهدف شو الهدف الاول انه ما يكون في اي اخطاء طبيه والحمد لله صحيح. الروبوت منع الاخطاء الطبيه حملها صفر هذا الشيء الاول الشيء الثاني انك انت عندك تقليل انتظار المرضى ولما تقلل انتظار المرضى يعني معناتك انت تحسن من سعادتهم تزيد من سعادة المرضى زين احنا علميا والدكتوره تفهم هالشيء احسن مني انا ان وانت تعرف حتى احسن من عندي ان المرضى هذه لما يحصل دواء وتقلل انتظاره معناته عنده ثقه صار بالعلاج عنده ثقه بالطبيب وصار التزم بالعلاج فمعناته انت شو بتكون في النهايه محصله علاجيه افضل صحيح. زين يعني لانك انت طلع هو راضي عن الخدمة فيلتزم بالعلاج فتحصل من حصل عليه وهذا علميا يعني عالميا موجودة الشيء الثالث إن فأنت إذا نتائجك مو بس رضا المرضى ولا إسعادهم نتائجك إنه محصل علاجية أفضل معناتك قللت مصاريفك عن المرضى لأنه ما كان ما قاعد بزورك وايد ما عنده يعني صحيح. ما حصل الشيء الثاني الثالث اللي هو عندك أنت عهدة العهدة هاي فلوس الأدوية موجودة لما كانت على الشلف ممكن يصير خلل في العهدة نفسها لكن صحيح. لما تكون في الجهاز الجهاز هو ثابت نعم. تطلع في الآخر أنت عندك العهدة نفسها فما عندك أخطاء إذا ثلاثة أشياء لا عندك ما عندك خطأ أخطاء دوائية في الصرف ولا وعندك محصلة علاجية أفضل لسبب العملاء وعندك ثلاثة عهدة سليمة إحنا هدفنا مش مستشفى راشد بس ولا مستشفى دبي لكن نتوجه إن شاء الله إلى مستشفى لطيفة والحوادث ومستشفى حتى والعيادات المراكز الصحية إن شاء الله بعد هذا الجزء الجزء الثاني إحنا نمشي للمرضى الداخليين وفي الآخر نوصل إلى شيء واحد وهو مستشفى ذكي كامل خدمات في دوائية ذكية زين كاملة في المرضى الداخليين الحمد لله وضعت الروبوتات والستيشنات والحمد لله نجح و بدأت تقل لكن هناك مرضى داخلين فالناس ما يعني ما تشوف هذا لكن عندي شيء ثاني ان انا عندي رضا العميل من هو العميل انا عندي العميل مش الداخلي مريض بس عندي العميل الداخلي وهو الطبيب والممرض هذا عميل لان اذا كان صار له ساتسفاكشن معناته وايضا المريض نفسه قصدي الصيدلي نفسه هو عميل. صحيح. دكتور علي نحن دكتور يعني الوقت داهمنا دكتورة فبس على عجالة دكتور أنا آخر محور نبغى نتكلم عنه عن مبادراتكم في عام زائد دكتور علي على السريع نخبر المستمعين إن شاء الله مبادرة دواء وسلامة تتوجه إلى الأماكن المولات وأيضا حتى الهيئات الحكومية ونطلقها بشكل أقوى هذا الشيء الأول الشيء الثاني طبعا في مبادرات ثانية إن شاء الله في الصيدلة
من ناحية التواصل الاجتماعي والتواصل مع المرضى، هذه أهم يعني بحيث أننا نثقف المجتمع. هاي طيب الدواء سلامة وعطاء، هذه مبادرة جميلة، ندعو كل الجمهور والمستمعين اللي عندهم أدوية في البيت ما يستخدمونها أو انتهت صلاحيتها أو أنه بعد غيرها الدكتور، يعني وقف للدواء الجديد قال دواء جديد، يودونها للصيدليات. وين بتكونوا موجودين في أي مولات دكتور؟ ان شاء الله احنا بنتوجه كل المولات، كل المولات ان شاء الله، ممكن بنسوي يعني بنجدوله وان شاء الله نتعاون مع، ونحن بنعلن عنها اول باول نتعاون مع نعم نعم. وبالاضافه للصيدليات في العيادات بعد داخل، صحيح دكتور؟ المراكز الصحيه المستشفيات هذه اوريدي تستقبل كل الادويه، وهذه اهم حمله عندنا في عام زايد ان شاء الله يا رب. الله يوفقكم فيها. شكرا لك دكتور. للسيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي. إذا تذكير سريع بالأدوية اللي بتتوفر دكتور خلال الفترة القادمة، الأدوية الجديدة، أدوية طبعا مش كلها ولما بعضها. يعني أدوية خاصة بأمراض السرطان وبأمراض التصلب اللويحي والكبد الوبائي والأمراض الروماتيزم والجلدية والجهاز الهضمي. جميل. الكبد الوبائي السكر بالإضافة للسكر، هي صحيح صحيح. الكبد الوبائي يا جماعة الخير يعني التارجت أن علاج القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي. نعم. القضاء عليه إن شاء الله، إن شاء الله إذا ما تمكننا 2018-2019 نقضي عليه إن شاء الله يا رب. أخي الفاضل أشكركم على جزيل الشكر على ما تقومون به وتقدمون للبشرية بصفة عامة. شكرا لهيئة الصحة بدبي. هذا أبو برعلي للأمام يقول إن شاء الله. شكرا لك. السلام عليكم. رأي فقط سعادة العائلات وصحة أبنائهم بإلغاء الواجبات المدرسية. ليش؟ ليش تربطون؟ ليش يعطونهم واجبات؟ ليش؟ يعني يخلصون الموضوع كامل ويا الطفل وهذا في المدرسة. شوف أنا إلغاء 100% أنا مو معه، ولكن تقليل الواجبات ممكن عشان الطفل ما يقعد وقاعد في المدرسة 7 ساعات ويرد البيت يقعد 4 ساعات على الواجب. والأم يالسة بالنعال على رأسه. مسطرة. مسطرة. زين حال أيامنا نعال. بس قلل هي محمد طبعًا أساليب التربية القديمة أنا أشجعها أكيد. شوفوا شجعها، بس يقللون واجبات على الطفل عشان ما يتملل، يحس مدرسة لم يدرس يرد البيت بعد واجب وايد. عموما نحن شاكرين لك دكتورة ندى الملة. شكرا لنجاة السويدي كانت معنا في التنسيق، وأيضا للمخرج ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. حتى نلقاكم في الغد نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.